السلام عليكم، ازي حضراتكم جميعا؟ انا ربنا تكونوا بخير. انا ريمون صبري، وان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله هنتكلم على ازاي تقدر تعمل تكست بيز ديزاين بفونت جميل ومحترم جدا وباسلوب مجاني دون اللجوء لكانفا او حتى كمان فوتوشوب. لكن طبعا كده بدا زي بدا، طبعا مبدئيا هبدا طبعا بالشكر طبعا لكل من كان بيشجعني وبيدعمني هاي الفتره الاخيره، سواء كان بلايك او بكومنت او حتى كمان بس ريفيو، عشان يقدر يستفيد ويفيد الاخرين. بالتالي هذا الفيديو ان شاء الله هينقسم ل تو بارتس او جزئين. الجزء الاولاني بقى ايه المواقع اللي ممكن تدي لحضرتك الفونت المجاني، تمام، وتقدر تستخدمه بمنتهى الحريه ككوميرشال لايسنس برخصه تجاريه 100%. البارت التاني بقى ازاي بقى نقدر نعمل تكست بيزد ديزاين مفيش اي احتياج لكانفا ولا حتى كمان فوتوشوب. مبدئيا طبعا نتجه بقى للمواقع الخاصه اللي تقدم لنا الفونت المجاني اللي بكوميرشال لايسنس كامله. دلوقتي هنشوف مثلا مع بعض، ومعانا نيجي وليكن كده على اول موقع، انا حقيقه بحترمه جدا، موقع 1001 فونتس. الموقع ده جميل جدا حقيقه، بيقدم لك كميه ضخمه جدا من الكوميرشال لايسنس، وتعرف طبعا مدام فيه على هذه العلامه الخضر زي كده. وانا طبعا كل اي موقع هسيبها لكم او هتكلم عليه النهارده هسيب لكم تحت في الديسكريبشن، تمام. والجميل فيه ان هو فعلا عنده كوليكشن وفرايتي من الفونت جميله جدا للغايه، باشكال منوعه حتى خاصه بالهاند ريتن والسيرف والديكوريتيف والديسبلاي فونتس، تمام. شايفين اهو في فونتات بجد جميله جدا. ومعاك بقى شوف كام بيج موجوده، 493 صفحه موجوده فيها فونتات رائعه جدا، تمام، بمختلف الاشكال. جاست بس انت تدوس هنا داونلود وينزل عن حضرتك على البي سي، وتقدر تستخدمها باسلوب فري 100% وكوميرشال لايسنس، مش حد يتكلم عليها خالص، تمام، باشكال جميله جدا بجد، حتى حاجه رائعه، تمام. ده بالنسبه لموقع 1001، تمام، فونس. انا بجد الموقع ده انا اكثر موقع بعمل له ريكومنديشن حقيقه كتوصيه بمنتهى السهوله جدا، ان هي داونلود ينزل حضرتك على الجهاز. تاني موقع بقى موقع اسمه فونت سبيس. موقع فونت سبيس برضو فيه كوليكشن رائع جدا من الفونتات اللي ممكن تستخدمها وتستخدمها وتنزلها عفوا باسلوب مجاني، تمام. وفي برضو كوليكشن جميل من الفونت، سواء كان هاند ريتن او ديكوريتيف او حتى ديسبلاي، وشكله رائع جدا، وانواع معينه من الجوثكس والكيرزف والفانسي والسكريبت وخلافه. طبعا هنا بس تدوس هنا داونلود ينزل اوتوماتيكلي على طول في فيو سكندز على الجهاز. برضو في موقع رائع جدا اسمه فونت ميم، طبعا ده حاجه محترمه جدا. نفس الويب انت طبعا عشان انت مثلا عاجبك هذا الفونت يعني تدوس بس كليك عليه ويدخلك على صفحه هذا الفونت، وتقدر تعمل له بعدين داونلود، وحتى نجد لك كوميرشال يوز مفيش مشكله خالص انك تستخدم هذا الفونت، تمام. الفونت ده جميل جدا، ده اللي هي براشرز هاندز، تمام. وطبعا معاك طبعا عديد من الصفحات، بالتالي عديد من الفونتس والاختيارات اللي ممكن حضرتك تستخدمها وتقلب فيها وتشوف المناسبه للموضوع الخاص اللي بتتكلم عليه في الديزاين، تمام. طبعا بقى في مواقع طبعا اخرى بتبقى فيها الجزء المدفوع والجزء المجاني. انا برضو اكثر مواقع اللي بحترمها برضو وبعملها توصيه للغايه موقع طبعا كريتيف فابريكا. انا برضه هتكلم على ان هو اصلا ليه سيكشن كاتيجوري ضخم من الفونتات بكل انواعها بكميات رائعه كبيره جدا، تمام، مكتبه ضخمه من الفونتس. انا هتكلم برضه على موضوع المجاني الفري بيز. تيجي هنا على الفري بيز، طبعا حاجات المجانيه برضه بمنتهى الكوميرشال لايسنس، تيجي على الفري فونتس وتقدر تضغط عليها، تمام، وبالتالي هيحولك على صفحه الخاصه المليئه بالفونتس الجميله جدا جدا، تمام. شايفين اهو، طبعا انت جاست بس بتضغط على هذا مثلا وليكن هو تاهو ده، تمام، كفونت يعني انت بس تعمل بس داونلود، تمام، اهو كوميرشال يوزج لاود، منتهى الصراحه جدا خالص، داونلود ينزل حضرتك على الجهاز ومفيش مشكله اطلاقا فيه، تمام. طبعا زي بقى هنحمله بقى عشان بس عموما يعني هينزل عموما اي فونت بتنزله حضرتك على الجهاز بيكون طبعا مضغوط، تمام، في ملف ضغط يعني اللي ار اي ار تقريبا او زيب فايل، تمام، بهذا المنظر. انت جاست بس تيجي على الداونلودز الخاصه بحضرتك، تمام، ينزل بهذا المنظر،
تيجي تفتحوا بقى اكستراكت فايلز. تمام اوكي بهذا المنظر تفتحه كده وبتلاقي عندك انت تو اوبشنز او تو تايبس من الفونت. طبعا بيكون في الاو تي اف اف وممكن التي تي اف اف اللي هو زي ده. تمام هو ترو تايب فونت واوبن هو نفسه مفيش مشكله، جاست بس بتيجي تختار على اي واحد فيهم بقى وتدوس هنا كليك يمين وتدوس بعدين انستول بقى. تمام انستول ينزل على طول على السيستم عند حضرتك لو انت هتسلمه مثلا في الوورد او كده يعني. حلو جدا. طيب احنا كده احنا عرفنا اهم واشهر المواقع الخاصة بتحميل تمام فري فونت بسلامها كوميرشال لايسنس 100%. طب بقى البارت التاني بقى من الفيديو بقى ازاي بقى نقدر نستخدم ونعمل تكست بيست ديزاين بهذا الفونت الجميل مثلا ده تمام بدون احتياج او بدون اللوجو او بدون استخدام كانفا وحتى فوتوشوب ازاي بقى. طبعا بقى بمنتهى السهولة جدا معاك الحاجة المجانية 100% هو بقى الباور بوينت. طبعا اوفيس كل اي جهاز بينزل على حضرتك لازم موجود طبعا في اوفيس بروجرام اللي طبعا فيه محتوى على الوورد وعلى الاكسل وعلى الباور بوينت. احنا بقى بنستخدم الباور بوينت في عمل تكست بيزد ديزاين بي ان جي وبمنتهى السهوله نرفعها على اي موقع انت بتتعامل معاه سواء بابل او زر او سبريد شوت او خلاف او ميرش ماي امازون. تمام طبعا بقى الميزه بقى في الباور بوينت اهو مثلا ده هو باور بوينت بدوس على نيو وتيجي على مايكروسوفت باور بوينت برزنتيشن. تمام بهذا المنظر الميزه بقى في الباور بوينت عن كانفا مثلا انت كانفا لازم عشان تعمل رفع او ابلود او تستخدم فونت خارج عن الموجود اوريدي في كانفا لازم يكون عندك انت اشتراك شهري في كانفا برو او على الاقل عندك او انت في حيز الشهر التجريبي بتاع كانفا برو. تمام لكن باور بوينت بقى انت خلاص عملت نزلت الفونت اللي انت عايزه وتعمل له انستول زي ما شفنا المره اللي فاتت لو لسه من 4 5 دقايق يعني او من دقيقتين كمان وبتيجي تفتح عادي هنا الملف الخاص بحضرتك الباور بوينت. تمام وكانك هتعمل باور بوينت عادي جدا 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 جدا. حلو قوي كده معنى فتحت معايا صفحه الباور بوينت. طبعا نحذف حاجات طبعا ايه الخاص بالبوكسز انا مش هعمل طبعا انا مش هكتب حاجه انا جايه فيها برزنتيشن ولا حاجه. وبكده معايا صفحة فتحت معايا صفحة الباور بوينت عادي جدا خالص. هاجي هنا على ديزاين وبيج سيت اب هيكون عندي طبعا موضوع الانشز الموجود طبعا بنظام اليو اس. تمام نظام المتر طبعا بقى خاص بموضوع السنتيمتر. هتلاقي في بعض الاجهزة فيها نظام المتريك اللي يكون من السنتيمتر انت ممكن عادي تحولها جدا للانشز. تمام بمنتهى السهولة جدا هوريكم دلوقتي ازاي. وطبعا بالانشز انت عشان طبعا تعرف الدايمنشنز بتاعتك انت اصلا اوريدي عارفها بالبيكسلز يعني مثلا 5000 5000 4000 4000 بيكسلز انت بقى عايز تحولها لانشز مفيش مشكله خالص. تيجي على موقع جوجل تمام وتكتب التحويل كونفرت مثلا كونفرت مثلا بيكسل تو انشز او زي كده. تمام ونشوف مثلا اول اختيار وليكن هو ده وممكن حاجه كده خاصه اي حاجه مش مشكله يعني خاصه باليونت كونفرترز عموما مفيش مشكله من اي حاجه تحول اي حاجه. مثلا انت عندك وليكن كمثال انت عندك البيكسلز عايز من 5000 مثلا بيكسلز هتبقى كام انشز يبقى 52 تقريبا 52. حلو قوي كده تمام ده 5000 5000 يبقى 52 في 52 انشز يعني. طب انت بقى لو انت عندك الجهاز الخاص بحضرتك بالنظام المتريك اللي هو بالنظام السنتيمتر هتشتغل ازاي بقى؟ طبعا انت ممكن بقى تدور على اي مواقع اخرى تحول لك ممكن من انشز لبيكسلز او من انشز عفوا لسنتيمتر وسنتيمتر لانشز والكلام ده او بيكسلز. لا انت مفيش مشكله انت ممكن تبدا تحول ممكن اليور سيستم الخاص بحضرتك الجهاز يعني بهذا النظام جدا بسهوله جدا. تيجي على كنترول بانل تمام وتختار هنا حاجه خاصه بالكلوك اند ريجن. تمام وتيجي على اديشنال سيتنجز حلو قوي وهنا الميجرمنت سيستم انت لو انت راجل لقيت عندك الميجرمنت دايمنشنز خاصه بالانشز يبقى انت كده على نظام اليو اس. لقيت بالسنتيمتر هتلاقيها متعلمه على موضوع المتريك فانت جاست هخليها مثلا تحولها بقى لليو اس اللي هي موضوع الانشز. تدوس اوكي وزي الفل اوكي تمام وبهذا الوضع بهذا كده يور باور بوينت ميجرمنت هيكون فيها بالانشز. تمام تمام نيجي تاني برضه على الديزاين بيج سيت اب وزي ما اتفقنا لو 5000 5000 يبقى 52 في 52 انشز.
يبقى نعمل كده 52 في 52، تمام، 52 وندوس اوكي. حلو قوي بهذا المنظر الجميل. عايزين بقى نعمل تكست بيست ديزاين او ديزاين نصي من الاخر، وعندنا الفونت اللي رفعناه اوريدي عملناه انستول، تمام. ازاي كمثال عملنا دي انستول اهو، مثلا ده اللي انا نزلته بتاعه سكريبت، هدوس هنا مثلا وليكن دوس انستول، تمام كده. هو المفروض اترفع على الباوربوينت، تمام، او على السيستم عموما، سواء كان اوفيس او اكسل او باوربوينت عموما في الاوفيس سيستم يعني. الافضل بقى انك تقفل هذا الموضوع، الموقع ده، او هذا مثلا الباوربوينت اللي انت عملته دلوقتي، وتدوس ريفرش، تمام، عشان السيستم بس يعمل له ريفرشمنت عشان يقدر يرفع الفونت اللي انت اوريدي نزلته، عملت له ابلود على السيستم. تفتح تاني الملف الخاص بالباوربوينت، تمام، وبير سيت اب 52 اوكي، تمام، زي الفل خالص. تبدأ بقى يا معلم تحط او تضع الديزاين الخاص بحضرتك. طبعا انا ممكن اكتب اي حاجه، هكتب مثلا انسرت، وهنا هكتب تكست بوكس، تمام، ومثلا هكتب حاجه خاصه زي مثلا بي ليف ان يور سيلف كمثال يعني، تمام. هعلم على كل الكلمات دي كلها، ومثلا هاجي على النقطه دي الخاصه بموضوع الميجر او حجم الخط نفسه، هخليه مثلا 1000 كمثال يعني، تمام، وادوس اوكي بهذا المنظر الضخم. طبعا ده طبعا هو كي كده كبير خالص قوي، انا بقى هخليه ممكن يبقى 1000 دي، ممكن انزل شويه اخليها وليكن يعني 500، ممكن اخليها مثلا 500 ونشوف يعني، نجرب بس الخط قد ايه. طبعا بقى صغر خالص، نخليها 800 وندوس مثلا يعني. انت طبعا ظبط، شوف انت الحجم اللي انت عايزه المناسب، تمام. طبعا انا عايز يكون مثلا في السنترال، اجي هنا believe in yourself. انا طبعا مش عايز الفونت ده، انا عايز الفونت اللي انا عملت له ابلود. هاجي هنا على الموضوع الخاص بالفونتات، هو اسمه تاهو صح كده، يبقى هنلاقيه مثلا اسمه تاهو، ندور على حرف ال تي، تمام. شوف انت دخلت الناس بتقلب، هتلاقي فيه فونتات انت ايه، انت اوريدي عملت لها ابلود او اصلا موجوده على السيستم الداخلي في الاوفيس. كيو ار اس، هنا ادي الاس، يبقى قربنا كده على موضوع ايه، التاهو. ادي يا سيدي اهو التاهو اللي احنا حملناه، هو ده. شوف بقى، believe in yourself بهذا المنظر الجميل. خلاص عجبك كده بالدايمنشنز اللي انت عايزها، حلو قوي. تيجي على فايل وسيف از، تمام، ونيجي على النقطه دي او السهم الصغير ده، يعني يحفظ على هيئه ايه بقى. انا مش عايز باوربوينت بقى، مش ملف يعني، انا عايزه بي ان جي. هاجي هنا على بي ان جي بورتابل نتورك جرافيكس فورمات، تمام، وندوس سيف. حلو قوي، كانت سلايد اونلي، مفيش مشكله، تمام كده موجود هو على الديسكتوب. حلو قوي بهذا المنظر اهو، بي ان جي، شايفين اهو بي ان جي، ده الملف الاصلي، ده الصوره اللي احنا نزلناها دلوقتي. طب المشكلة بقى احنا بقى عايزين نعمل بقى الريموف باك جراوند، طبعا ده كده نزل بخلفية بيضاء تقريبا، عايزين بقى نحذف بقى الباك جراوند عشان نقدر نستخدمه في البرنت اون ديماند بزنس. نيجي بقى على موقع الجميل الخاص بي اللي هو بقى موضوع اسمه ايه، البي ان جي ايمج كونفرتر، تمام. وهاجي انا هشوز فايل وهختار البي ان جي اللي انا اخترته دلوقتي، عملته دلوقتي عفوا، وهو ده، تمام، بي ان جي فايل، دوس اوكي، تمام، حلو جدا. هاجي بقى على الاوبشن ده هو ريموف باك جراوند، واعلم عليه شيك ستارت كونفرجن كده، 3 4 ثواني وهينزل عندنا على الداونلود التصميم حضرتك اللي عملته على الباوربوينت بمنتهى السهوله 100% بالفونت اللي انت عايزه واللي انت نزلته من المواقع اللي احنا اتفقنا عليها سابقا، تمام. اهو كان نزل عندنا الملف الخاص بالبي ان جي، طبعا انت ممكن تسميه اي اسم عادي مفيش مشكله. انا بقى عايز اوريكم بقى ان هو بقى ازاي بقى ان هو ملوش خلفيه بيضاء عشان تتاكد يعني. نيجي على الريد بابل بتاعنا واد نيو وورك،
تمام وابلود نيو وورك تمام ويجي على الداونلودز هو ده زي الفل خالص كده. طبعا هو نازل مثلا يعني حجمه مش كبير عشان كده اخد ما خدش وقت اصلا في الابلود. الميكانيزم بتاع البابل او believe in yourself هدور بقى مثلا اهو edit تمام كمثال يعني هجرب اي لون اخر اهو شايفين اهو مفيش باك جراوند. لو كان دي خلفيه بيضاء طبعا كان ظهر دلوقتي باسلوب بارز جدا وباين يعني اخضر ازرق اسود اهو. ليه عملت باك جراوند ريموف؟ طبعا لو انت بقى عملت التكست نفسه فيه الوان معينه طبعا انت ممكن تجرب بقى باستخدام هذه الطريقه الخاصه بهذا الموقع اللي هو البي ان جي ايمج كونفرتر، او زي ما قبل كده اتفقنا في كده في حلقه سابقه ان ممكن في تحذف او الباك جراوند باستخدام موقع اسمه لونا بيك، لونا بيك ترانسبيرنت تمام. ده الموقع ده جميل جدا تقدر تلغي بيه الباك جراوند بمنتهى السهوله بمنتهى الحرفيه. كده اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم ان شاء الله، ولو في اي سؤال اي استفسار انا مع حضراتكم جميعا. اشوفكم على خير وبالتوفيق ومع السلامه.